السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي الأعزاء طلاب الفرقة الثانية بكلية طب جامعة المنيا نظام الانتجريتد ميديسن. بدأت مع حضراتكم المحاضرة اللي فاتت عن الأبدومينال بلوك، وبدأنا أول محاضرة في الأبدومينال بلوك اتكلمنا عن الأبدومينال شيت. النهاردة عايز أتكلم في المحاضرة الثانية وهي إيه؟ الإكزامينيشن أوف ذا أبدومين باي إنسبكشن. احب يعني حضراتكم تنتبهوا ان احنا اي لوكال اكزامينيشن لاي اورجان في البودي او لاي اريا في البودي بنعملها اكزامينيشن بايه، باربعه تكنيك. التكنيك الاولاني اللي هو الانسبكشن اللي هو الفحص من خلال الرؤيه، وبعدين التكنيك الثاني الفحص من خلال البالبيشن او اللمس، التكنيك الثالث الفحص من خلال البركشن وهو ايه الايه التخبيط او الايه او الايه الاستخدام الايه البركشن، الفحص الرابع اللي هو الفحص من خلال الاوسكلتيشن او استخدام السماعه. النهارده هبدا معاكم برضو ايه هاو تو اكزامين ذا ابدومين باي انسبكشن. فحضراتكم هتروحوا تقولوا طب ايه العناصر اللي انا محتاج ابص عليها؟ اقول لحضرتك خليك معايا يعني هنحاول نتكلم في الموضوع ده. احنا نيمنا العيان فلات، المفروض ان احنا نكشف العيان ده ما بين النبل لغايه النين. تقول لي الله يا دكتور انت عايز تفحص الابدومين، كشفت الساي ليه؟ يا دكتور انت عاوز تفحص الابدومين ليه كشفت الشيست؟ اقول لحضرتك هناك بعض الاعراض اللي بتظهر في الشيست او بتظهر في الساي تحت ويكون ليها علاقه بابدومينال بروبلم. زي مين يعني؟ تقول لي والله الليفر سيل فيلير على سبيل المثال او الليفر سيل روزس ممكن يعمل بريست اتروفي او ممكن يعمل انلارجمنت في الميل بريست فيما يعرف باسم الجاينيكوماستيا. يبقى انت مهم ان انت لما تيجي تفحص العيان تبص على الايه؟ على البريست. ان كان في ميل وحصل لها بريست اتروفي تقول ده ايه ريليتد، قد يكون ريليتد للليفر او اذر ايه ديزيزز، وان لقيت جاينيكوماستيا تقول والله الجاينيكوماستيا دي ممكن تكون ريليتد للليفر او ممكن تكون ريليتد بعض الدراجز لبعض الدراجز زي الايه؟ السبيرونولاكتون وزي اللانوكسين وزي التاجمنت او السايمتيدين اللي هو الانتاسيد، يعمل انلارجمنت في الميل بريست فيما يعرف باسم الجاينيكوماستيا. كذلك تحت، طب انا كشفت رجلين العيان ليه وكشفت الجينيتاليا ليه؟ تقول لي يا دكتور التستس ممكن تكون مرتبطه بالقصه دي لو ان التستس دي فيها سيمينوما او فيها تيومر او التستس دي فيها تورشن او التستس دي فيها ايه فاريكوسيل، او يا دكتور في هيدروسيل في السكروتم، او يا دكتور العيان ده عنده هيرنيا. انت ناسي ان تحت فيه الانجوينال ريجن ممكن تطلع منه هيرنيا دايركت او اندايركت، وانت ناسي حضرتك ان الفيمورال كانال ممكن تطلع فيها فيمورال هيرنيا. يبقى حضرتك احنا بنكشف العيان من النبل لغايه ايه؟ لغايه النيل. طب هنبص على ايه؟ تقول لي اول حاجه هبص عليها حاجه اسمها الابدومينال ايه؟ الابدومينال كونتور. ايه الابدومينال كونتور ده؟ اللي هو محيط البطن، محيط البطن الاصل ان العيان وهو نايم يبقى الابدومين بتاعته فلات، تبص عليه من ناحيه رجليه او من الجنب تلاقي الابدومين فلات مع الشيست مع البلفس فلات خلاص، وكمان ليها ويست يعني ليها خصر. طب لو كان في ابنورماليتي ممكن تكون في صوره ايه؟ تقول لي اما في صوره بلش اللي هو يسموه ابدومينال انلارجمنت، واما في صوره ريتراكشن اللي بيسموها ايه؟ الاسكافويد ابدومين. يبقى ممكن تلاقي البطن منبعجه كده زي الماركت، وده بيحصل في حالات الماركت كاشيكسي او في حالات الديهايدريشن او في حالات الانستينال تي في، وممكن يكون في جنرالايزد ابدومينال انلارجمنت يعني البطن عاليه كده وفقدت الويست اللي فيها، وده ممكن يحصل مع مين؟ مع الاسايتس، ممكن يحصل مع البريجنانسي، ممكن يحصل مع الاوبيزيتي، ممكن يحصل مع الجازيوس ديستنشن، وممكن تلاقي لوكالايزد بلج حته ورمه في حته يعني حته فوق الليفر او حته فوق السبلين او حته في الابيجاستيك ريجن او حته في السوبرا بيوبيك. يبقى اذا اول حاجه هنبص عليها الابدومينال كونتور ونقول الابدومين دي نورمالي فلات ويز ويست. الحاجه الثانيه اللي ببص عليها وضع الامبلايكس يا ولاد، وضع الامبلايكس. لاحظوا ان الانسبكشن ده بيديني داتا كتير تكمل لي الداتا اللي انا اخدتها من خلال الهيستوري تيكن. طب هي الامبلايكس دي مالها؟ تقول لي ما اصل الامبلايكس دي المفروض انها تبقى ميد واي بتوين السينثيسيس بيوبس والايه والاكزيفويد بروسيس او الاكزيفستيرنم. الاكزيفستيرنم اللي هي مين؟ اللي هي نهايه عظمه الايه؟ الاسترنم او عظمه القص، اخر حته في عظمه القص من تحت دي هي الاكزيفستيرنم، وهنا موجود الكوستال مارجن هنا وهنا السينثيسيس بيوبس وده البيوبك ريبس ودي الامبلايكس. الاصل ان الامبلايكس دي في النص بالظبط ما بين الاكزيفستيرنم والسينثيسيس بيوبس. طب والابنورماليتي بتاعتها؟ انها تبقى شيفتد، يا اما تطلع لفوق يا اما تنزل لتحت،
يا اما تروح للجانب. ايه اللي يطلعها لفوق؟ حاجه طالعه من البلفس تزيح الامبليكس لفوق، زي البلفي ابدومينال ماس، زي مثلا واحده ست عندها فايبرويد في اليوترس، او واحده ست عندها اوفيريان سيست او اوفيريان سويلين، تلاقي الامبليكس شيفتد او تور، او الامبليكس دي تبقى شيفتد داون وورد في حالات مين؟ في حالات الاسايتس، تلاقي الامبليكس شيفتد داون وورد، او الامبليكس تبقى شيفتد يمين او شمال، لو ان العيان ده عنده هيوج ابدومينال سويلنج زي مين؟ زي هيوج سبرين مثلا، او زي ريترو بيريتونيال ماس، او زي اوفيريان سويلنج، ممكن يخلي الامبليكس تبقى شيفت يمين او شمال. طيب الشيب بتاع الامبليكس المفروض تبقى انفيرتد، يعني داخله لجوه، لكنها في حالات مثلا الاسايتس تبقى انفيرتد، يعني طالعه لبره، وكمان ممكن يكون فيها ايه؟ امبليكال او بارا امبليكال هيرن. يبقى انت بصيت على ايه؟ قول لي يا دكتور انا بصيت على ابدومينال كونتور الاول ولقيته فلات ويز ويست، وبعدين بصيت على الامبليكس لقيتها ايه؟ في السنتر ميد واي بتوين ذا اكزيستيرنال اند سنتس بيوبلز وايه؟ وانفيرتد. طب ايه الابنورماليتي اللي ممكن تلاقيها؟ تقول يا دكتور تبقى شيفتد ابورد او شيفتد داونورد او شيفتد لاترالي، او تبقى ايفيرتد او فيها ايه؟ امبليكال او بارا امبليكال هيرني. طب ايه تاني هتشوفه؟ تقول لي يا دكتور هشوف حاجه اسمها الدايفيركيشن اوف ريكتاي. العيان وهو نايم لو هم بظهره، المفروض اللينيا الفا دي اللي هو الفايبرس باند اللي واصله بين الاكزيستيرنال والسيرفس بيوبلز وحواليها الريكتس ابدومينس يمين وشمال، الريكتس ابدومينس يمين وشمال دول ايه؟ لاحمين مع بعض تماما، فما فيش اي جاب في النص. فلما يبقى العيان ده عنده كرونيك انكريس في الانترا ابدومينال بريشر، نقوم نلاقي حصل بلجنج للايه؟ للانتستين من خلال جاب موجوده بين اثنين ريكتاي، يقولوا عليها ايه؟ يقولوا عليها دايفيركيشن اوف ريكتاي. طب بصيت على ايه تاني؟ تقول لي يا دكتور والله انا هبص على الساب كوستال انجل دي، اللي هي الانجل اللي بين توين ايه؟ الكوستال مارجن، احط هنا وهنا، وبعدين اشوف الاصل ان الانجل دي تبقى ايه؟ تبقى اكيوت. فلما يبقى في كرونيك انكريس في الانترا ابدومينال بريشر، تبقى الانجل دي بقت ايه؟ بقت اوبتيوس، اما ان هي اوبتيوس بسبب ابدومينال بروبلم، او تكون اوبتيوس بسبب الشيست بروبلم زي العيانين اللي عندهم امفيزيم. طيب ايه تاني بتبص عليه؟ تقول لي يا دكتور البيوبك هير. البيوبك هير، لاحظوا يا اولاد ان احنا كل الفحص ده بنعمله بالانسبكشن، العيان انت واقف والعيان نايم وبس، انت بتبص عليه كده فبتطلع لي الداتا دي، تعلق على الكونتور، وبعدين تروح معلق على ايه؟ على الامبلايكس، وبعدين تروح معلق على الدايفيركيشن اوف ريكتاي، وبعدين تروح معلق على الساب كوستال انجل، وبعدين تروح معلق على البيوبك هير. تعلق على البيوبك هير، الله. طب مال البيوبك هير؟ تقول لي في الميل بيبقى تريانجولار شيب وذ ايبكس ناحيه الامبلايكس، لكنه في الفيميل بيبقى تريانجولار شيب وذ ابر هوريزونتال بوردر. يعني انت لو لقيت الهير ديستريبيوشن ميل او فيميل نورمال خلاص، لكن هب ان انت لقيت راجل والهير ديستريبيوشن بتاعه فيمينين، تقوم تقول ده بقى فيه فيمينين هير ديستريبيوشن، ده ممكن يكون العيان ده عنده هايبر استريم، يعني الاستروجين بتاعه عالي. ده بيحصل فين؟ تقول لي مع مجموعه الاستروجين سيكريتنج تيومر ممكن تعمل كده، او تقول لي والله يا دكتور ده الليفر سيل فيلير بتعمل هايبر استريميا، بتعلي الاستروجين ليه؟ لان الاستروجين بيحصل له ديجراديشن في الليفر، فلما فيه ليفر سيل فيلير يبقى فيه ايه؟ ديلي في الديجراديشن بتاع الاستروجين يعمل هايبر استريم. هي الهايبر استريميا دي هي اللي بتعمل في الرجاله جاينيكو ماستر في حالات الليفر سيل فيلير الهايبر استريم يعني. يبقى انت بصيت على ايه تقول لي يا دكتور؟ بصيت على الهير ديستريبيوشن. الهير ديستريبيوشن ده لو ان انت عندك ديليد ايه؟ بيوبرتي او ديليد منارك، يعني مثلا زي ولد او بنت، ولد عدى سن البلوغ او بنت عدت سن ايه؟ سن البلوغ ومش لاقي بيوبك هير، تقوم ده ايه؟ دي تقول دي علامه ديليد ايه؟ ديليد ديفلوبمنت للايه؟ للبيوبك هير، اللي معناها ديليد بيوبرتي او ديليد منارك. ايه تاني بتبص عليه؟ تقول يا دكتور هبص على الدايليتد فينز. هبص، ولازم تفرق الدايليتد فينز من الفيزيبل فينز، يعني احيانا العيان تبقى بطنه مشدوده فممكن تلاقي شعيرات كده ظهر على السطح كده سرقه، دي اسمها فيزيبل فينز، لكن الدايليتد تورشوز فينز دي بتبقى زي التعابين كانها متعرجه كده وانيفيتد اباف ذا سيرفس، تقوم تقول دي دلاله ايه؟ دلاله فينس اوبستراكشن. فلو كانت الدايليتد فينز دي حوالين الامبلايكس كده يقول عليها ريكابوت ميديوزا، ودي علامه من علامات البورتال هايبرتنشن، ولو كانت في البريفري اوف ذا ابدومين هنا كده يقول دي علامه سوبيريور او انفيريور فينكيفال اوبستراكشن. يبقى انت بتبص على ايه تاني؟ يقول لي ببص على الابدومينال كونتور، وببص على الامبلايكس، وببص على الساب كوستال انجل، وببص على الهير ديستريبيوشن، وبعدين ببص على الدايليتد فينز اللي اذا كانت في النص يبقى اسمها كابوت ميديوزا، واذا كانت في البريفري يسموها مين؟ يسموها تيجي يبقى على السوبيريور او الانفيريور فينا كيفن اوستراكشن. طب ايه تاني بتبص عليها يا دكتور؟ قول لي يا دكتور ببص على الانتستاينال موفمنت.
انتستاينال موفمنت. الاصل لو ان العيان نايم الانتستاينال موتيليتي مش باينه مش باين، لكن لو ان العيان ده عنده ميكانيكال انتستاينال اوبستراكشن وكان نحيف، فتلاقي اكزاجيريتد انتستاينال موفمنت تتشاف بعينيك كده، تحس ان بطن العيان بتلعب كانها سمكه كده بتلعب، تقول دي عباره عن اكزاجيريتد انتستاينال ايه موفمنت. طب بتبص على ايه تاني؟ تقول يا دكتور ببص على الريسبيراتوري موفمنت. الله، بتبص على الريسبيراتوري موفمنت ازاي؟ تقول لي يا دكتور الانسان بيتنفس اما بالانتركوستال ماسل واما بالديافراج واما بالاثنين، على اساس ان احنا بناخد الانسبيريشن عن طريق الكونتراكشن للايه للديافراج مع الانتركوستال ماسل. لكن في الميل الريسبيريشن مين ليه ابدومينو سوراسيك، وفي الفيميل سوراكو ابدومينال. طب ليه؟ تقول لي الفيميل عشان البريجنسي ريبيت بريجنسي بيعمل ويكنس في الابدومينال ماسل، فهي مين اللي بتعتمد على الشيست، انما في الميل مين اللي بيعتمد على الابدومن. يبقى انت بتبص على الريسبيراتوري موفمنت عشان تقول الريسبيريشن ده ميل والريسبيريشن بتاعه ابدومينال سوراسيك، او دي في ميل والريسبيريشن بتاعها سوراكو ابدومينال. ماذا لو حصل العكس؟ تقوم تقول لي ده ميل والريسبيريشن بتاعه سوراكو ابدومينال، يبقى معنى كده ان في احتماليه مشكله في الابدومن هي اللي عامله ريستريكشن للايه للايه ابدومينال ماسل، عشان كده ما فيش حركه زي مين زي عيان بيريتونايتس مثلا، تلاقي ما فيش ايه ما فيش ابدومينال موفمنت. تقوم تقول ده الريسبيريشن بتاعه صار ايه صار سوراكو ابدومينال، يبقى قطع احتماليه ايه وجود مشكله. طب ايه تاني؟ تقول لي يا دكتور والله انا هبص على السكن ممكن الاقي هايبو او هايبر بيجمنتد اريا. زي مين؟ تقول لي ممكن الاقي حتت فيتيلايجو باتش مثلا موجوده كده. الفيتيلايجو معروف ان واحد من الساينز بتاعت الاوتو اميون ديزيز بما فيهم الاكسترا هيباتيك مانيفيستيشن اوف فيروس سي. تبص على البني ادم كده تلاقي حته فيتيلايجو واحده او اثنين او ثلاثه، تقوم خد بالك ده الفيتيلايجو ده قد يخفي مين؟ هيدن اوتو اميون ديزيز. زي مين؟ زي ممكن يكون عيان عنده فيتيلايجو ومعاه اوتو اميون هيباتيتس، او فيتيلايجو معاه هاشيموتو ثايرويدايتس، او فيتيلايجو معاه اديسون. يبقى يلفت نظرك شكل الفيتيلايجو. كذلك ممكن تلاقي في العيان ده ميلانوما او نيفاس، والميلانوما زي ما حضراتكم عارفين هي بريكانسرس، يبقى هي اما هيريا هايبوجمنتد زي الايه الفيتيلايجو، او هايبر بيجمنتد زي الميلانوما او الايه او النيفاس. طب ايه تاني ممكن تلاقيه؟ تقول لي يا دكتور ممكن الاقي استرايا. استرايا اللي هي الخطوط اللي بتبقى موجوده في البطن دي على ثلاث انواع، هنا فيها منها استرايا روبرا، وفيه استرايا البا، وفيه استرايا جرافيدارم. استرايا جرافيدارم اللي هي ايه اللي بيقول عليه بالعربي اسمه الكلف، لا الست الحامل بطنها قبل ما تحمل ما كانش فيها خطوط، بعد الحمل بدا يظهر فيها خطوط بيضاء كده، يقول عليها الاسترايا ايه استرايا جرافيدارم او الكلف بتاع الحمل. في هناك اذر استرايا زي استرايا روبرا. استرايا روبرا دي يظهر نفس الكلف ده بس ده احمر، وده بيظهر في حالات الايه الكوشنج سندروم، وهناك حاله ثالثه اسمها استرايا البا، ودي اللي بتظهر في حالات الايه استرايا البا بتظهر في حالات الاوبيزيتي مثلا. يبقى انت برضو بصيت لقيت كلف، بصيت لقيت فيتيلايجو، بصيت لقيت ميلانوما، بصيت لقيت سكراتشنج مارك مكان هرش. يقول لك ايه ده؟ يقول انت بتهرش. يقول لك ايوه يا دكتور ده انا بهرش، انا بقالي كذا يوم بهرش. الهرش ده بتاع ايه؟ ممكن يكون بتاع سكيبس بتاع جرب، وممكن يكون عرض من اعراض الكوليستيزس. على العيانين يعني اللي عندهم كوليستيزس تلاقي العيان دايما ايه؟ دايما يهرش يهرش يهرش. يقول لك ايه؟ تقول له انت بتهرش. يقول لك ايوه في هرش، تلاقي مكانه سكراتشنج مارك. طيب ايه تاني؟ تقول لي يا دكتور ممكن العيان دو يكون فيه اعراض بليدنج تندنسي. زي ايه؟ زي البربرة. البربرة دي عباره عن ايه؟ اللي بيقول عليها بالعربي الفرفوره، دي عباره عن نقط اقل من 1 مللي نقط، عباره عن ايه بليدنج سبكيوتينيوس او انتراكيوتينيوس بليدنج. تظهر كده يقول لك ايه؟ تقول له ده ايه ده ايه؟ يقول لك ده ظهر لوحده يا دكتور، ولازم تفرقها عن مين؟ عن الانسكت بايت. تقول له انت عندك ناموس في البيت او عندك براغيث؟ يقول لك لا. امال ايه ده؟ يقول لك ده ظهر لوحده كده، يبقى ديستريبيوتد في الترانك وفي الاكستريميتيز، يبقى بيربرا. او يظهر ايكيموزس اللي هي الايه اللي هي السبكيوتينيوس او الانتراكيوتينيوس بليدنج اللي بيبان في ايه في طبقات الجلد اريا كده، او يظهر عباره عن اريا اوف ايه اريا اوف هيماتوم. يبقى انا بصيت يا جماعه على الابدومن عشان اشوف الابدومينال كونتور اللي هو فلات ويز ويست، فلقيت الابدوماليتي اما سكيفويد ابدومن واما جنراليزد ابدومينال انلارجمنت واما لوكاليزد بلش. خدوا بالكم من اهميه السبكوستال انجل واهميه الدايفركيشن اوف ريكتاي واهميه البيوبيك هير، خلاص.
وأهمية الانتستينال موفمنت الفيزيبل انتستينال موفمنت، وخدوا بالكم كمان من أهمية الريسبيراتوري موفمنت، وخدوا بالكم كمان من وجود الدايليتد فينز اللي هي ممكن تكون سنترال يسموها كابوت ميديوزا، وممكن تكون في البريفري بتاع السوبيريور ريتير في النكيفال اوبستراكشن. ما تنسوش كمان ان ممكن يكون العيان ده عنده هيرنيا. الهيرنيا دي تبقى فين؟ في مكان هيرنيا الاورفيس. زي فين احنا كان الهيرنيا الاورفيس؟ تقولوا في الانجوينال ريجن ممكن يكون عنده هيرنيا، في الفيمورال ريجن ممكن يكون عنده هيرنيا، ممكن يكون العيان عنده هيرنيا في الامبلايكس او برا امبلايكال هيرنيا، ممكن يكون عنده هيرنيا في الانسيجنز. في الانسيجنز اللي هو مكان العمليات يسموها انسيجنال هيرنيا. وده ياخدنا لمين؟ لمكان الانسيجنز برضه انت بتبص عليه. هو ده مهم؟ ايوه طبعا طبعا، لان مكان الانسيجن دليل ان العيان عمل عمليه قبل كده. عمل طب ودي مكانها فين؟ تقول لي والله لو لقيت العيان عنده رايت سب كوستال انسيجن كده اتوقع انه عنده المراره. فما اقول له انت عملت عمليه المراره قبل كده؟ يقول لك اه. افضل ما انت لو ما خدتش بالك من الانسيجن وجيت شخصت العيان كوليسيستيكتومي وبعدين تقول للعيان انت عندك ايه؟ التهاب في المراره. يرد عليك ويقول لك يا دكتور انا شلت المراره قبل كده. نعم، فانت من خلال الانسيجن اللي هو الرايت سب كوستال ده انت توقعت ان العيان ايه؟ عمل كوليسيستيكتومي او عمل هيباتيك اوبريشن. فتقوم تقول له انت عملت عمليات ايه قبل كده؟ يقول لك يا دكتور عملت عمليه في الكبد او عملت عمليه في المراره. طيب السكار اللي موجود في مكان المكبرن ده بتاع مين؟ يقول لك يا دكتور انا عامل ازاي ده قبل كده؟ مش واحد يكون عامل ايه؟ موجود السكار ده وتقوم تقول له انت عندك التهابات في الزايده، يقول لك يا دكتور انا شلت الزايده قبل كده. بس لاحظ ان مكان السكار ما ينومش عن عمليه واحده، يعني كونك ان انت بتقول السكار بتاع المكبرني بتاع الابندسيكتومي، لكن ده ما يمنعش ان يكون العيان عمل ايه؟ اي عمليه ثانيه في المكان ده، زي العمليه زي السكار بتاع الكوليسيستيكتومي اللي ممكن يكون مرتبط برضه بهيباتيك اوبريشن. كذلك لو في رايت او ليفت باراميديال هنا بتاع الاكسبلوريشن بتاع الاكسبلوريشن. كذلك لو في سوبرا بيوبيك سكار هنا في الميل ممكن يكون عمليه في الايه؟ في البروستيت او عمليه في اليورينري بلادر. طب كذلك لو ان احنا لقينا ايه؟ لقينا سكار هنا سوبرا بيوبيك في الفيميل ممكن يكون بتاع ايه؟ بتاع هيستريكتومي او ممكن يكون بتاع سيزيريان سيكشن وهكذا. يبقى انت السكارز لو لقيت سكار في الرايت او الليفت لامبر ريجون هنا ممكن يكون ده بتاع رينال اوبريشن زي نفريكتومي او زي ستون ايه؟ ستون اكستراكشن. اعتقد يا اولاد انا جمعت حاجات كثيره جدا في الابدومينال انسبكشن. برضو هاجي في ايه؟ في البريتست اللي هنعملها في الاخر، واقوم اقول لك والله عيان اثناء الانسبكشن لقينا دايليتد فينز حوالين العين الامبلايكس دي تطلع ايه؟ او اثناء الانسبكشن لقينا فيزيبل انتستينال موفمنت دي تطلع ايه؟ او اثناء الانسبكشن لقينا وايت سب كوستال انجل، او اثناء الانسبكشن لقينا سكار موجود سوبرا بيوبيك، وهكذا هتكون الاسئله في المحور ده. كل ما قدرت تديتكت مور اند مور ساينز في الايه؟ في الابدومينال اكزامينيشن، كل ما ايه؟ ان شاء الله بقيت ايه؟ بقيت جود دكتور. اعتقد ان هي يعني برضو لو اكتشفنا ان في حاجات تانية انا نسيها ان شاء الله هنستوفيها برضو في المحاضرة اللي بعدها. اعطلت على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.